السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال بإذن الله. إذا فيديو اليوم غادي نخصوه يعني المعلومات اللي هي رئيسية أو كتعلق ب لو بخومييي لا بخومييغ أوفغ ديال البروغرام ديال بخومييغ أني باك اللي هي لا بواط أ ميرفاي. بطبيعة الحال غنحاول نذكروا كما قلت اهم المعلومات اللي خص تكون عند الجميع اللي كتعلق بهاد الروايه. وهذا الفيديو هذا بطبيعه الحال نزولا عند رغبه بعض المتتبعين ديال القناه اللي تواصلوا معنا وطلبوا فيديو على هاد. بطبيعه الحال ما غيكونوا غير تلاميذ ديال هاد المستوى ديال الاولى ولا باك. اذا لابواط ميرفاي اول حاجه يعني لوتور سي احمد الصفريوي. داكوغ، اذا لوتور هو احمد الصفريوي. لا دات دو نيسونس ديالو 1915 و الى ناي افيز. داكوغ، اذا سي ان لوتور دوريجين ولا اوريجينير دو لا فيل دو فيز. Il est décédé ou la mort en 2004 à Rabat. D'accord. Il est né en 1915 ou décédé en 2004 à Rabat. بالنسبة ل يعني أهم الإصدارات الأدبية ديالو، كاين دابا هو السؤال يا إما غيجيك إذا جا السؤال على شنو هما مثلا بعض لي زوفغ اللي كتب، يا اما غيكون واحد يا اما غيكون جوج، يا اما كيطلبوا واحد يا اما جوج على حسب. فبالتالي لو شابلي دومبر، لو جاردان دي سورتيلاج، هادو هما اللي مشهورين يعني ككتب وروايات ديال احمد الصفري. بالنسبه لاط ديكريتور، اذا كاين لاط ديكريتور وكاين لاط دي بوبليكاسيون. هاد العمل هذا اللي هو لا بواط ميرفاي تكتب في 1952 والنشر ديالو لأن ملي كنقولو بداية الخمسينات، بمعنى كانت بقى فرنسا مستعمرة المغرب، يعني الاستقلال ديال البلاد كان في 1956. إذا ملي كنتكلمو على 52 يعني أو لا كاع 54، فهمتي؟ فبالتالي كان داك الوقت يعني مازال فرنسا مسيطرة يعني على أهم يعني الشؤون ديال المغرب. فبالتالي خدات العملية ديال النشر ديال العمل سنتين. داكوغ، إذا تكتبات في 52 وتنشرات في 54. داكوغ، مع العلم أن هاد الرواية هادي راه صادرة باللغة الفرنسية، يعني الفرنسيين كاملين يقدروا يقراوها ويفهموها. ملي كنتكلمو على 1954 فبطبيعة الحال كنتكلمو على لو فانتيام سيكل. داكوغ، إذا القرن العشرين. Le genre littéraire de la boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Roman autobiographique, yani kien ba3d l'ahdath li hiya khayaliya w kien ba3d l'ahdath l'okhra li hiya b3d l'hal waqi'iya. Hadak chi li smina roman autobiographique. La ville de l'action, c'est la ville de Fès. Idan l'ahdath kadour f madinat Fès qadima. الفوكاليزاسيون، بطبيعة الحال الفوكاليزاسيون كاين انترن وكاين اكسترن وكاين زيرو. طالما عندنا لو بيرسوناج برينسيبال ديال الرواية ولا لو ناراتور، هاد لو ناراتور سي بارمي لي بيرسوناج ديال هاد لو رومون، فبالتالي كنتكلمو على فوكاليزاسيون انترن. داكوغ، اذا سي اون فوكاليزاسيون انترن كار لو ناراتور اي او ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال de l'œuvre ou là du roman. بالنسبه للي بيرسوناج، انا بطبيعه الحال عندنا اهم لي بيرسوناج. داكوغ، تكلمنا على لي بيرسوناج الاساسيين. كاين معلم عبد السلام سي لو بير دو ناراتور اجي دو 40 طون تيسون. داكوغ، اذا معلم عبد السلام هو الاب ديال الراوي اللي هو سيدي محمد، عنده تقريبا يعني 40 سنة وخيط.
ليلى زبيدة سي لا مير دو ناراتور اجي دو 22 ans على حسب طبيعة الحال ما كاين في الرواية. اذا الام ديال الراوي ليلى زبيدة. كاين سيدي محمد. سيدي محمد بطبيعة الحال هو لو ناراتور، هو لو بيرسوناج برينسيبال اجي دو 6 ans. داكوغ، اذا الابن الوحيد ديال معلم عبد السلام ولا زبيدة هو سيدي محمد. اذا شنو هما الكاركتيرستيك او شنو هو يعني اهم الصفات ديال هاد الطفل هذا؟ سوليتير، اذا كيعجبو يبقى بوحدو، غيفور، كيتخيل بزاف د الحاجات، فاسيني بار لو موند انفيزيبل، يعني مولوع هو بديك العالم ديال الخيال الى اخره. الريزيدونس دار الشوافة، اذا ساكن في واحد الدار سميتها دار الشوافة، وساكن بالضبط في الدوزيام ايطاج. داكوغ، نكملو على لي بيرسوناج. عندنا علال لو جاردينيي، اي سا فام بطبيعة الحال فاطمة البزوية، حتى هما عندهم يعني إذا بغينا نقولو لا ميم ادغيس، يعني كيساكنين في دار الشوافة في الدوزيام ايطاج. إذا الدوزيام ايطاج ديال هاد الدار اللي سميتها دار الشوافة اوكيبي بار لا فامي دو ناراتور، يعني سيدي محمد ومعلم عبد السلام ولالة زبيدة اللي هما الوالدين ديالو. وكذلك في الدوزيام ايطاج كاينه اون اوتر فامي كي ابيت اللي هي علال لو جارديني وفاطمه بزاوية. كاين ادريس العواد. ادريس العواد اجي دو 40 طون فابريكون دو شاريو، يعني كي صاوب ديك الادوات ديال الحرث القديمه، المحرات الخشبيه الى اخره. كاين صفام يعني لا فام دو ادريس العواد كي سابيل رحمه. داكوغ، اذا رحمه سي لا فام ديال ادريس العواد. في نفس الوقت سي لا مامون ولا لا مير دو زينب اجي دو 7 طون. اذا كاينه هاد البنيته هذه اللي مذكوره بطبيعه الحال في الروايه بشكل كبير، وعندها واحد العلاقه ديال اللي بغينا نقولوا ديال الصراع، غالبا ديال الصراع مع سيدي محمد. اذا هاد العائلات هادو ساكنين في هاد الدريس العواد وصفام رحمه ولور في الزينب ابيت في دار الشوافة، ولكن في بروميير ايطاج. داكوغ، اذا كاينه في بروميير ايطاج اون فامي، في دوزيام ايطاج كاين دو فامي. كاين ليلة كنزة لا فوايونت، اذا هذه هي الشوافة ساكنة في الغيت شوسي يعني في السفلي مرة. كاين مولاي العربي كوميرسون دو بابوش، يعني تاجر في ديك البلاغي الى اخره، يعني التقليدية. ايبو دو ليلة عايشة بلوس في دو كوافور، اذا كان مزوج بلالة عايشة اللي هي جارة قديمة ديال لالة زويدة، وفي نفس الوقت طبيعة الحال كان متزوج من بعد بالابنة ديال الحلاق. ساكنين في غيو الحجامة. كاين سيد العرافي اللي هو لو فايو انفوغل، يعني واحد العراف اللي هو يعني ما كيشوفش. كاين دريس لو تينيو، داكوغ، هذا هو المتعلم ديال سيدي عبد السلام، داكوغ، يعني اللي كيخدم عنده. وكاين الفقيه بطبيعة الحال، الفقيه شخصية رئيسية، سي لو ماتر دو ليكول كورانيك. بطبيعة الحال هذه هي نهاية الفيديو. كنتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو هذا يعني تشجعونا بلايكات ديالكم، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس، كنأكد على تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا، وإلى فيديو مقبل بإذن الله.